يا مين، اهلا وسهلا، شرفتوا، تفضل. شو شرفتوا ما شرفتوا، ولا هيك بدك تفضينا اياها فنجان قهوه وكاسه عصير؟ شو عرفني؟ شو هالاستقبال هذا، كثير كثير ناشف. إيه ولو تكرم عينكم، كل شيء جاهز في المطبخ، بس انتوا اشربوا العصير بالاول. تفضلي. ما بدك مساعده يا ام عبيده؟ يو تسلمي لي، الله يسعدك يا رب. تسلمي. بالله خلي وفاء تساعدك شوي، باعتبارها اصغر وحده بيناتنا. ها، ومين قال لك اصغر وحده بيناتنا؟ بسلامة نظركم يعني. إذا الشغلة على صغر السن لازم كلياتنا نقوم نساعدة، لأن كلياتنا صغار. يو عين الله تحرسكم. بس خالي أم سلافة معها حق. منين جبتي لي هاي كلمة خالي؟ أنا خالي أنا، الفرق بيني وبينك سنتين بس فقط لا غير. محرزة تقولي لي خالي، بعدين أنا مبيني أصغر منك. إيه معك حق، لما بمشي أنا وياكي بيفتكروكي أختي الصغيرة. هويك والله. معناتها أنا لازم نادي لك خالي. صح. تفضلي لكان أمي خالتي وفاء، ساعدي أم عبيدة بالمطبخ. حاضر على عيني، بس حاجة تكبروني مشان الله. تفضلي. شو هاد يا أم عبيدة؟ ليش هيك معذبة حالك؟ ما في شي من واجبكم. يا عيني، بتعزى هالجبنة يا ترى؟ لا لا أوعك، بس مو مغلية. خلاص مشي حالها. الله يسامحك، ما كنت تبطلي هالعادة؟ انتوا اللي لازم تبطلوا عادة الوسوسة والنظافة الزايدة، دخيلك. هالتفاحات مغسولين؟ لسه. اي منيح، لأني أنا بحب التفاح وغبرتوا عليه. يعني ما في فايدة من الحكي معك، فليش بدها تعالج؟ هي الصحون خالصة؟ ايه خالصين، بس نلزقهم لجوا أنا وياكي، يلا. الله يسلمك. يا سلام، بس منيح اللي ما خليت وفاء تساعده. ليش بقى؟ لانه كانت فرمت البقدونس بلا غسي. فعلا فعلا، الله يعينه اللي بده ياخذها لوفاء. فعلا بالفعل، لانه اذا ما مات متسمم رح يموت بالكوليرا. انا اصلا وقت فكر بالزواج ما رح اخذ غير واحد مثلي، مطبل مزمر ومو سائل عن هالدنيا. هيك مبدأي بالحياة، إيه لك عمر بتعيش، ما لك عمر بأهون سبب بتموت. صحيح وفاء، ما أنا الوالفة؟ على شو؟ يعني أنت العزبة الوحيدة بيناتنا وأصغر وحدة فينا. مو كتير الفرق، أبو سنتين ثلاثة بس. والله معها حق أم عبيدة، يعني منظرك منو بنو مو حلو بيناتنا. بالفعل نشاز كتير، ولذلك رح نعطيكي مهلة 6 شهور، يا إما بتتجوزي يا إما بنحليلك من الشلة. انا ما رح اتجوز الا عن حب. احبك مين ماسكك؟ ليش المهندس ايمن اللي عندك بالوظيفه شبه ما بينحن؟ قصير كثير وعيونه صغار، مو هذا فتى احلامي. طيب وشو برامي ابن جيرانكم يعني؟ من شو بيشكي؟ مو قلتي لنا انه طلبك مرتين ثلاثه؟ ليش عم تنقي يعني وعم ترفضي؟ شاب موظف في 3 اراني، يعني بيقبض 3 رواتب، شو بو يعني؟ ما بعرف، ما ارتحت له، حسيته حمار شغل ومو شايف شيء بهالدنيا. طيب هذا تركينا منه. اخي ابو عماد شو بو؟ ليش كل مره عم ترفضي؟ الله يسامحك يا ام يمان، هي اخرتي اتجوز واحد متجوز. طالما رح يسكنك البيت لحالك شو المشكله بقى؟ خلاص يا جماعه اتركوه على راحته بقى، يعني مو معقوله كل ما اجتمعنا نحن نفتح هالقصه. لا تسلمي لي يا ام عبيده، شو بتفهمي علي حبيبتي، ان شاء الله دايما يا رب. الف صحه. عيني وفاء، أشريها الله يرضى عليكي، ما لحقت غسلهم غير بالمي. أو إذا كان، أنا الجراثيم والميكروبات بتخاف مني، بعدين طول عمري باكل تفاح بلا غسيل، هلا بدي أغير عادتي؟ فظيعة أنت، ما بتحبي تغيري شيء بحياتك. صح، هذا هو أنا، كل شيء تعلمته وتربيت عليه ما رح أغيره، الشغلة شغلة مبدأ، يعني بالمختصر المفيد ما رح أتجوز إلا عن حب، والفواكه رح أضل أكلها بلا غسيل، والجبنة ما بحبها إلا إذا كانت خضراء وبدون غلي، والكبة النية بعملها بلحم بقر وباكلها هيك عالتوكل. ليش؟ لأنه نحن حياة واحدة رح نعيش وما حدا بياخد عمر التاني. تصف لي، الله يعينك على عقلك. ها. الو نعم. اهلين كوثر، شلونك؟
تمام والله ماشي الحال. سمعتي آخر خبر؟ لا والله. خير؟ وفاء اتجوزت. شو هالحكي؟ هيك وعلى السكه؟ ليك الدرسانة ليكي ما كان حدا حاذر عليها. ستي يلا، مهم إن لقيت فارس أحلامها أخيرا. أنا وفارس أحلامها هاد؟ قولي كركم أحلامها. ليش مين أخذت؟ أبو ماجد تاجر زرار، هذا اللي بيقرب جوز خالتها. لا وعمره 65 سنة وفوق منها، متجوز وعنده أولاد. شو هالحكي؟ شلون وافقت عليه؟ على علمي ما بتتجوز إلا عن حب، والشغلة شغلة مبدأ. إيه وهي تجوزت عن حب، حبت مصرياته وعقاراته. ستي المهم إنها ظلت متمسكة بمبادئها العظيمة. وجماعة استقبالنا دريو؟ لا لسه، هلا رح أتصل فيهم. لا لا هيك خبرية ما بيمشي حالة على التليفون، يعملوا استقبال استثنائي وفوق العادة كمان مشان نحكي بالموضوع. إيه فكرة كتير ممتازة. هلا بعد ربع ساعة برجع بحكي معك. أوكي؟ أوكي. شو هاد زمن العجايب ها؟ المهم أخذت كركم أحلامها. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو عم تساوي انت؟ شوفت عينك عم بطبخ. كربوجة كربوجات. وهي شو؟ لحمة موزات عم بسلقها مشان الملوخية. وشو حطيتي لها؟ شقفة بصلة مشان الزنخة. بس شقفة بصلة؟ الله يصلحك ويهديكي. بدنا فلفل اسود وفلفل ابيض وبهار وجوزة الطيب وورقة غار وحب الهيل وقرنفل. كل هدول بدي احطهم؟ ايه طبعا وفوق طبعا. شو بكي مستغربة؟ بعدين انا ما باكل الموزات اذا ما تأشرت بكاملها. ما باكلها كبر للقطط لانه قشرتها قاسية وصعبة الهضم ومعتي وملكك. بقى الله يرضى عليك بعد ما تستوي حاولي تقشريها. تكرم عينك. عظيم جدا. وين الملوخية؟ جبت طبخة من الفريزر. لا 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 الله يصلحك. خير ليش شو عملت؟ لأنه الملوخية بالذات ما بيسوى تتفرز. ما بيسوى، يمكن تشط ويمكن تمط. الملوخية اليابسة أحسن بكتير بكتير أحسن. شو الحكي؟ ليش؟ اسألي. لأنها بتحتفظ بكل الفيتامينات اللي فيها. طيب على عيني، هلأ بحب ملوخية يابسة كتير حلو وفقه. بس لا تنسي تغسليها 4-5 زوام 4-5، لأنك ما بتعرفي قديش لقطة جراثيم من هون وغبرة من هون وبكتريات من هنيك وهي عم تتيبس. ما بتعرفي شو عرفك. حاضر. ايه. الله يرحمك يا ستي فهمية. كانت المرحومة انتبهي وفقوا هذا درس ببلاش. كانت المرحومة تقطف الملوخية بإيدها تشك تشك ورقة ورقة وكل ورقة هالقد قدها، تقولي قد ورقة العنب مفلوشة فلش هيك، مو انه تمسك العرق وتملشه مليش على ابو عماها. ابدا ابدا ما في شي من هاد. ينكسر ظهر المخلوقة وهي مربعة على طراح الانصاف الليالي وهي عم تقطف وما في ورقة صفرة. ما في، كل ورقة خضرة مثل الزمرد. الله وكيلك. بعدين كانت تنقع الملوخية المقطوفة باللجن، اللجن الكبير، وتدوب الملح بقلب المي وتدب الملوخيات بهالميات وتخليها منقوعة شي 10 ساعات على القليلة. بعدين تاخذ لك هالملوخية بقى ستي وتصفيها بالمصفاية، وبعدين
تفرشها على هالملاحف البيضة يلي بيشتهي الواحد يجيب مخدة وينام عليها وتمدها بقى ستي بأوضة الضيوف، تقفل عليها بالمفتاح ويا ويلو وفعوا يا ويلو ويا سواتيلو يلي بيسترجي يقتحم الغرفة على ملوخيات، ايه والله بتصفقه بالمقلوبة على تمه حتى ينزل له الدم. الحق بإيدها الملوخية، وفقه الملوخية بتلقط غبرة وريحة وشعر، وما في أبشع من الشعر بقلب الملوخية. ليش مالك حاطة أنطيت المطبخ على رأسك؟ أنا كم مرة نبهتك؟ كم مرة فهمتك؟ بركي هر شي غريب من رأسك؟ إيش شايف رأسي مقشة؟ لا محشومة، بس وينك؟ ما بتشوفي الطباخين شو بيحطوا على رأسهم؟ بيحطوا على رأسهم؟ هيك بدي اياكي انا؟ تكرم عينك مثل ما بدك بصير. شو هي الخضرة؟ هي للسلطة؟ ايه للسلطة. لا تنسي ها، اول شيء بتنقعي الخضرة بمربنبرغانات البوتاسيوم، بعدين بتغسليهم بالمي والصابونة، واوعي تحطين على عيابيس لانه بيكون معبى غبره، وبتكتري توم لانه منيحه كثير للضغط ولشغلات ثانيه بتهمني انا، وبتقللي الزيت مشان الريجيم، وخلي الليمون وسطها لانه كترته بتعمل قرحه، وانتو بتخلي السلطات حلوين، واخر شيء اخر شيء رشي رشه كمون او سماق تعطيها لك طيبة. تكرم عينك، لسه في شي تاني؟ لا وفقه ما في شي، مبدئيا ما في شي، بس انا كل شوية والتانية بطل عليكي، ما بتركك، شيت اني اتركك ما رح اتركك. بتتونسي بتوجيهاتي انت. يا جماعة ما كان حدا حاذر ابدا على وفاء انه تطب هالطب المشاعر. لا ولما طلبها اخي ابو عماد رفضت، قال شو؟ انا باخذ واحد متجوز. ايه ابو عماد اقل شيء اصغر منه بشي 10 سنين. ايه ولي 15 سنة. لا ولما دليناها المهندس ايمن قال هذا مو فتى احلامي، دخلك ومين طلع فتى احلامها؟ واحد ختيار مصوفن مكركم وفي مليون علة ورجل بالدنيا ورجل بالقبر دخيلة. انه بس بدي افهم شو اللي قلب لعقله بهالسرعة هاي؟ لكن مبينة واضحة مشان المصاري بدها يعني، والمبادئ اللي كانت تحكي فيها الحب والمب. ايه مرحبا مبادئ، لكن الناس لما بتشوف المصاري بينعم على قلبها، ومو بس بتنسى المبادئ لك بتنسى حالها كمان. بالله يا جماعة تركونا بقى من سيرتها، مو معقول نقضي كل الاستقبال ونحن عم نحكي فيها. بالفعل بلا ما نحمل وزر الحكي عليها. خلونا نحكي بشي موضوع مفيد. معك حق، دريدوا انه صفية رح تطلق من جوزها؟ إيه. شو هالحكي؟ شو رأيكم نروح نزورها؟ يا وفاء يا وفاء وفقه. خير شو في؟ دخيل عينك، ناوليني كاسة المي لاشرب الحبة تبعي. ايه تكرم عينك. تفضل. هي المي من الحنفية؟ لا من البراد. ايه بس انا يا وفاء ما بشرب من البراد، لاني اذا كنت عرقان وشربت مي بارده بينضرب حلقي وبيلتهم بالعومه، بيصير عندي استعداد للاصابه بالذات الرئه يا وفاء. طيب جيب لك من الحنفيه. مو من الحنفيه انت الثانيه، فظاعه شو تصرفاتك هيك احيانا، دجني دجتك العافيه يا وفاء. ليش مو من الحنفيه يا حزري؟ لانه ربك عليم قديش محشاي اساطيل المي وسخ وتراب وصدي، هذا إذا ما فات أسطل المي بشي أسطل تاني. خدي بقى ساعتها على ميكروبات وجراثيم وفطور وبكتريات ورمل وحصى وقش وبحص.
طيب فهمني هلا شو اعمل؟ افتح لك انينه مي مخدومه. مخدومه وفاء؟ شو جنينة يعني؟ استرنا؟ شو انا يعني نلاقي مصاريه بالارض حتى اشرب ميه اناني مخدومه؟ طيب شو الحل؟ شغله بسيطه اختي، ميه الحنفيه نفسها اغليها برديها وعبيها بالاناني، انتهت السيره. قولي يمكن احترق الحليب. شو وفاء؟ احترق الحليب؟ لا الحمد لله. قديش غليتي الحليب يا ترى؟ ما بعرف مثل العادة. ما بصير مثل العادة، لازم ينغلى 30 دقيقة على القليل يا وفاء. شو هو الطبخة حتى ينغلى 30 دقيقة؟ لازم تحسبي حساب، لازم تحسبي حساب كل شيء وفاء. بركي هالحليب اخذينه مثلا من بقرة مريضة مجنونة، شو بيعرفنا نحن؟ شو عرفك انه ايدين يلي عم تحلي ببزاز هالبقرة نظيفة؟ أو السطل اللي عم يحطوه في الحليب ما عم يستعملوه لشيء تاني؟ أبو ماجد هذا الحكي كان زمان، هلأ صار كل شيء آلي لا تمسه الأيدي. أي مرحبا آلي، ليش عرفاني أنت هالآلي منين جاي؟ ها وفاء؟ ولا إذا كانت منسقة أو معطلة أو عم تهرب زيت؟ لكن أنا على هالحالة لازمني واحدة تساعدني، ما في حكي. أعوذ بالله من غضب الله، ليش أنا فوت من مكان على بيتي؟ شو الحكي هذا يا وفاء؟ أنت بالذات لو ما كنتي مو من مكان ما كنت فتي لبيتي. أنا ما عم أقول لك من مكان إلا ما نلاقي وحدة مستورة. ما عاد في حدا مستور بهالأيام، وبركي كانت حرامية وجاي تسرق. بركي أو هربانة من شي جريمة مثلاً وجاي تتخبى عنا. بركي لا، وبيجوز تقوم بنص الليلة تذبحني وتذبحك، بيجوز لأنه يا ما عم نسمع هيك سمعات وفوق. إيش شوف المراد؟ كل الناس بتجيب لفايات. ما دخلني بالناس أنا، من الناس أنا ما دخلني، علي من حالي. كل واحد بيدبر بيته بمعرفته، مرته بمعرفته، وأنا عم دبرك بمعرفتي مو بمعرفة الناس. بعدين والله يلي ما بيحسب ما بيسلم، حطي لي هالكلام حلقة بإذنك الصغيرة، فهمتي؟ هون هون حطي بهالإذن هون. سلام على العز. ايه ها هي جوازي محرزه. تعرفوا يا جماعه انا بعد ما شفت الشوفه قلت لحالي وفاء معها حق. ايه بلا مبادئ بلا بطيخ مبسمير. قولتك تصوري اخذتي لي شب اندبوري، منين كان بده يامن لها هيك صالون؟ شو بعرفني ولا هيك عفش. شبكم يا جماعه، انا شايفه من اول خمس دقائق انقلب عقلكم. شبنا امبارح لسه كنتوا عم تحكوا عن مخلوق او دون اذوه. لك امزح. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك إن شاء الله. فيكي وفاء. يا أمورة يا شحرورة. كيفك؟ إن شاء الله مبسوطة. كثير مبسوطة. شو وينك يا مال؟ وينك؟ وقع على عصا. خير إن شاء الله. قال اعتذروا لي منك. نالا ماشي معلش. الله يسلمك. سلام عليكي كثير.
والله القعدة مو حلوة بلاها أبدا صراحة. وهي نهري. تفضل روح علي روح أنا. تسلمي إيديكي. هاتي هاتي الصحن. ليش عم تعذبي حالك وفاتحة غيرها؟ معقولة أنتِ معقولة؟ جيتكم غالية أهلا وسهلا. الله يسلم الإيدين يا رب. شلون؟ وحدة. عدي لحتى نشوفك بقى. عدي ارتاحي. تفضل. يا أهلين. لك يا أهلا وسهلا فيكم. دشك طعمة القهوة. شو بعمل؟ يمكن مو معقدة منيح. معكن حق، بس القهوة ما لازم تنغلى كتير لأنه بتضر. تفضلوا. ليكني عم باكل أنا، مالي مستحية. أكيد هالمحلي بالسمن العربي ما هيك؟ لا أيوة، طبعا مو بالسمن العربي، لأنه السمن العربي بيرفع نسبة الكوليسترول، أصلا إحنا السمنة كلها ما بندخلها على البيت من عين أصلا. لكن بشو عم تطبخي؟ بزيت الصويا أو زيت عباد الشمس أو زيت الذرة المكرر. بس الأكل بهالحالة ما بيطلع مزكى يعني طيب. كل شي على العادة بيمشي حاله. أصلاً نحنا معظم عاداتنا الغذائية مو صحية. على فكرة وفاء قبل ما أنسى، ثلاثة رجال الاستقبال عندي ها، عاملة جيلي وكتو وطبولة وكل شي كل شي. واحد ما تجي؟ أي. لا أيو أكيد بيجي، بس دخيل عينك يا ريت تنقعي البقدونس بالملح والحموض لأنه ممكن يعدي بالكوليرا والتيفويد والتهاب الأمعاء، ولا تحطي فيها بندورة بيوت بلاستيكية لأنه سمعت إنه عم يعطوها هرمونات، وإذا حطيتي جنبها فجل لا تقصي ذنابه لأنه الفيتامينات كلها بدنا بالفجلة، وإذا رح تحطي موالح يا ريت تقللي الفستق لأنه بيرفع الشحوم الثلاثية بالدم، وتقللي البزر الأسود لأنه بيعمل الكتام، وتكتري الكاجو لأنه بنشط الذاكرة. وينك إذا كان بلا الجيلي بيكون أحسن لأنه فيه ملونات وشحوم بقرية، ويا ريت كمان تقللي البيض بالجاتو مشان ما يعمل حرقة بالمعدة، ولا تحطي كريمة لأنه نسبة الدسم فيها عالية كتير. لا تأخذوني يا جماعة إذا كنت هيك عم دقق زيادة، بس أنا هيك بحب كل شي على أصوله، والشغلة شغلة مبدأ، كل شي بهالحياة أساسه المبدأ. لا يا ابو فارس ما حذرتش نهائيا، وهالحكي اللي عم تقوله مش مقبول قطعيا. شو السبب يا مختار؟ لانه يا ابو فارس بيقلك المثل يا مبدل بالساهل قديمك، جديدك عدوك مش نديمك. هذا من جهه. من جهه ثانيه ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. نسيت هذه كمان يا ابو فارس؟ ما نسيتها يا مختار ما نسيتها، بس أنا إلي عذري. شو عذري ومذري يا أبو فارس؟ يعني مناخذ الوحدة لحم ومنرميها عظم. مرتك هي يا أبو فارس، مرتك أم ولادك تجي على آخرة العمر تزدها مع جنب مثل الجربينة، كأنه ليلى لم تكن لقيس وعبلة لم تكن لعنتر. هذا حكي بينسمع هذا؟ أشوفوا الناس شوفوا. ومين قال لك بدي زدتها يا مختار؟ أنا بدي أتجوز وحدة تانية، والشرع سمح لي بأربعة. هلأ من كل تعاريم الشرع الحناف ما فهمتش إلا هذي؟ ها؟ بعدين تعال خلك تعال، الشرع سمح لك تتجوز إذا بتحسن تعدل بناتهن، وإنت كحيان عدمان ما حيلتك إلا صلاة على النبي، بقى خرجك إنت تفتح بيتين وتعدل يا أبو فارس. يعني اللي بفهمه من كلامك يا مختار إنك ما بدك تروح معي جاهة؟ قال روح معه وقال. لك شو انت ما بتفهم؟ ما بتفهم يا ابو فارس؟ مخك مسكر يعني؟ مقفول مخك انت؟ انا مالي مصلحه يا عمي بهالموضوع نهائيا، ومش ناقصني ام فارس تدعي علي بانصاف الليالى. ومن جهتي انا والله بمشي بجنازه وما بمشيش بجوازه، معروفه عنا يعني. بعدين هذه اللي عم تحكي عنها يعني بصراحه مش خرجك، مش خرجك. هو صحيح على وشها في لحظة لبن، بس مش خرجك. وليش يا مختار؟ لأنه بصراحة أبوها مش معروف أصله، والرجال لازم ياخذ بنت الأصول بتعينه على الدهر والعمر بطول. ايه انا مختار خريف حب العزاز.
السلامة يا سيدة. أهلين يا سيدي ونور عيني، أنا بأمرك. ها؟ إيه فورا فورا فورا. لا ولا أول شو لحتى أتعوق يا سيدي، ليش مسترجي؟ أنتو كلامكن أوامر وحد على رقبتي مثل السيف. طبعا يا سيدي طبعا، بيقولوا يلي أبي يسمعش كلام الكبار بقضي عمره بين الصغار. فورا معاليكين فورا، مسافة طريق، الله معكن، يحفظ لي ياكن يا رب، يعلي شاكن يا رب، الله يخليكي. مع سليمة مع سليمة. بدون ياني بالمدينة، طالبيني بشغل مهم كثير هنيك. هلو ربط يعني؟ معناته خلينا نحل مشكلة أبو فارس هلا وبعدين. ولك هلق وقتك وقته يا أبو سلطان. قال الناس بالناس والقطة بالنفاس. عم أقول لك لمديني لمديني بتقلي. صحيح هم الفهيمة بعزوته وهم الأقرع بقرعته، ولك يا عم المدينة ما بتحزن تستنى، وكل ما عدا بيستنى. على كل حياة وعموما بس ارجع بالسليمة، عم نحكي بشغلة بوفيريس مش مشكلة، ما خربتش الدنيا يعني. هلق تفضلوا يعني إذا بتريدوا بلا مطرود يعني. تتعوق مختار؟ شو بعرفني؟ أبعرفش يعني على هوا المشكلة اللي لازم حلها هونيك. لك مديني هاي مديني عصمة. لك شو بده يحكي الواحد معكن؟ بس الحق معكن ها؟ يلي أبي يقعدش بين الأكابر أبي يعرفش بالدنيا شو صاير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك يا أبو فارس، الله معك يا حبيب قلبي، يا الروحي والعمر يلي بندك بيصير حتما قبل الظهر رح قابل الوزير، يا روحي والعمر يلي بندك بيصير. تكرم عينك يا زليخة، بكرة بقله يحكي لك مع مدير المنطقة، بركي بينظروا بوضعك وبيساعدوكي. أما كل حالك بتظلي عايشة مرت المختار ومش خليلي منوت والكلام على المختار. قلي شو واقف ناطير، انا ناطير وإلي خاطر. مين زليخة؟ زليخة عندنا؟ مش معقول في بيتنا زليخة. خير يا زليخة خير. عم تقول بركي بتحكي لها مع مدير المنطقة. اوف مدير المنطقة فردفشي. طيب اتساهلي معنا شوية ست زليخة، يعني أبي صرش نحكي مع نائبة ومع سكرتيرة إلا يعني المدير بالذات. ولك شو بده يحكي الواحد معكن، شو بده يحكي ما بعرفش. عارك الحال وينك؟ بعدين بعدين. هلقتني مش فاضي بيتيتا، جاي أنا بمهمة، عندي أشغال كثير ضرورية وإنتي عايشة. روحي الله يرضى عليك، حضري لي العباية والعكازة. قوام الله يرضى عليك قوام. خير لوين العزم؟ على مديني، رايح على مديني، عندي شغل مهم كثير. اتحركي الله يرضى عليك قوام. لكن بركي بطريقك. هو هو علينا. خلاص يا زليخة خلاص، شو ما بتفهميش الحكي انت؟ قلنا لك بعدين بعدين، بالمستقبل يعنى، فيما بعد يعنى. ايمتين يعنى؟ لحتاني الله يفرجها. شو شايفتني فاضي اشغال؟ ما عنديش غير شغلتك انا. عم اقول لك رايح على المدينه، على المدينه بدهم يستشيروني بامور مستعجله ومهمه. شي قلت بركي يعني؟ وك شو بركي ما بركي؟ علقت لك واني معك يعني؟ لما لحس الطرش ما سمعك، قلنا لك خلاص. بعدين عايشي الله يرضى عليكي، فوتي لجوا حضري الغراض لفوت اني حنجر شواربه. اتحركي الله يرضى عليكي. تكرم عينك. قوام انت زيخة عوفي. خلاص يلا الله معك، مع السلامة مع السلامة. يلا يا اختي يلا. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير حتما قبل الظهر رح قابل الوزير، يا روحي والعمر يلي بدك بيصير حتما قبل الظهر رح قابل الوزير، يا روحي والعمر. شو قلت يا سلطان؟ عيد لشوف شو قلت؟ كأنك قلت شي وأنا ما فهمته. بدي أتجوز وردة يا أبي. وردة؟
بدك تتجوز وردة؟ لك ملأ المرتعوش اجتمع إلا على خايب الرجا؟ لا حما ليش بها وردة؟ ولك عم تعيد بوشي كمان؟ العمى بعيونك العمى، العمى بقلبك شو جحش؟ لا ليش جحش؟ الجحش أفهم منا. ليش هيك عم تحكي معي يا بي؟ أنا بحبها لوردة وبدي اتجوزها على سنة الله ورسوله. حبك برسله بجسدك أنت وياها بجاه النبي المصطفى، ولك ملايات غير وردة المطلقة يا سطام. أي شو فيها يا بي؟ قال حب حبيبك حب ولو كان تور ودم. ولك دبتك نار تشويك، والله يصطفل فيك، لك إنه ما ضل غير المطلقة لتاخذها لك يا سطام، ولك من كل البنات ملايات غير المغضوبة يلي طفشت جوسها بديلة ما فيها ضو قمر. ما طفشته يا بي، هو انحكم 15 سنة قام بعت له ورقة الطلاق. طبعاً انحبس منها ومن أفعالها لأنه ما حدا بيطلع حدا هيك لله بالله. بس شو بدي لك؟ قال يا حامل همك وهم غيرك بيبرق هو وبتضل أنت على خيرك. بس يا بي أنا بحب الوردة وبصراحة نحن متفقين على الجواز. جعلوا اتفاق الندامة بجاه كل مين يرجع عند رب العباد. اسمعوا لسطام، ما بدي اسمع منك الحكي مرة تاني، مالي اخذ لك غير وضحة بنت ابو هزاع لو اباطك منفجر الرك. يا بي انت ليش فيك هالطبع؟ كرباج يلسع جسدك لسع. ولك قال وردة قال، ولك هاي من برا وردة ومن جوا أردة، يعني طبقك نافي جواك تقافة. يا بي بس انا بحبها بحبها. حبك حب وغضب الرب. ولك اذا انت جنيت انا لسعتني بعلي قسما عظما، اذا بتعيد هالقصه مره تانية لقص راسك بالنص وطالع بزر مخك كمان. الورد قال يا بي لا تقسى علي من شان الله. ولك هي مو قسوه، لانه ابي هو اللي بكاني وبكي علي، مو اللي ضحكني وشمت الناس فيه. ولك تخرب بيتك شو بهيم، بتعرف انك رح يجيب لي السكته بجهلك وقله حيلتك. بعيد الشر عنك يا بي، بس بس أنا مصمم. مصمم؟ عم بتقول مصمم؟ ولك ها ولك ها 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 بدي افتح راسي لك وصمنك وبرا زارتك. خلص يا بي خلص، الله يخليك. ليش هيك عم تعمل؟ هلأ بتكسر راسك يا بي. خلص كل شي بالتفاهم بيصير. إلا هالشغلة، إذا بتعيد السير مرة تانية مالك قاعدة بهالبيت هون، وإذا بتتجوزها بدون شوري لا أنت ابني ولا بعرفك، وأنا بريء منك ليوم الدين. يلا روح روح قبل ما فيش كل اللي فيك. أمرك يا بي أمرك. ولك روح نلح تحرك، روح من وشي. ولك تحرك. أخ أخ العم مجنون يحكي وعائل يسمع. شو هالجيل البهيم هاد؟ أهلي أهلي يا سابح مية البطيخ، الناس أكلت وشبعت وهو عم بيحلم بالمريخ. العمى وردة يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، قالوا لي ضرباتك رح توصل للوزير. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، قالوا لي ضرباتك رح توصل للوزير. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، قالوا لي ضرباتك رح توصل للوزير. طمني خير شو صار؟ كنا بالمدينة قابلنا ناس كبار وكل وعدوني صيروا بأمر المختار. يا روحي والعمر فهمني يا مختار فهمني شو صار بالعاصمة. الله يرضى عليك يا مختار، هلق بتروح بتلم أهل الضيعة كلتهم بساحة الكبيرة. يلا قوام. إيه خير لك عجل لا تدمر قلبي. إيه عجل يا روحي والعمر يلي بدك بيصير. اتأخر المختار يا أبو هزاع. شو نعمل يعني؟ ها وهي المختار وصل من العاصمة. يا روحي والعمر دللت كثير كثير، غدوني سمك همور مع سلطيد الجرجير. يا روحي والعمر دللت كثير كثير، غدوني سمك همور مع سلطيد الجرجير. خير خير مختار طمنا طمنا. كل شي من أحسن ما يرام. اتفضلوا على النظافة لخلكن، تفضلوا تفضلوا معاي. تفضل تعاو تعاو. ايه وشو يعني؟ ما وافق يا وردة ما وافق، قال إذا باخدك بيتبرى مني طول العمر. والحل؟ شو برأيك الحل يا سطام؟ ما بعرف، هو لمصيبة ما بحسن خالفه. شو رأيك نستنى؟ نستنى؟ أنا لو بعرفك رجال قد حالك كنت مستنى العمر كله، بس على ما يبدو لساتك. لساتني شو يا وردة؟ قولك آخ شو بدي أقول لحتى أقول. قال يا حاطة همك بإيد أبو خديجة، الولد بضله غشيم وما في نتيجة. ما فهمت شو يعني؟
لك يا سطام، ابوك من زمان بده يخطب لك وضحى بنت ابو هزاع، وامك مثل مكوك الحايك رايحه جايه لعندهم، بقى ليش؟ بس انا بحبك لك يا وردي، بحبك لك. مو صحيح، اصلا انت مو فارقه معك، والمهم انك تتجوز. انت لو كنت بتحبني كنت اخذت موقف شجاع وما كنت رضيت ببنت ابو هزاع، بس انا الحق علي اللي حبيتك وربطت حالي فيك واستنيتك. وردي وردي وين رايحه يا وردي؟ حل عيني يا وردي، بحبك لك يا وردي. فرصه ان شاء الله. شواتنا بختار احكي لنا بقى. شو بدي احكي لكم؟ لا احكي لكم. قال قيراط حظ ولا فدين شطيره، يعني بالصدفه طاقه حظ طاقه سعد انفتحت عليكم. يعني وافقوا على الجمعيه الزراعيه؟ وكانوا جمعيه هذه؟ قال جمعيه. قال هلا وقت الجمعيات هلق، معناته وافقوا على القرض الزراعي. هو هو علينا. لك خي ليش هيك انتو انانيين؟ ما بتهمكن غير مصلحتكن. والله الانانية مش حلوة. حلوة الانانية؟ لا مو حلوة. ها شفت شلون؟ عم قلك حظ وقدح باذن الواحد احد، ولما بتسايرك الايام ببيض حمامك على الوتد. صدقت يا مختار. ولازم تعرفوا مو كل مين شاف الذهب عيار، ولكن فهيم وحرك مختار. بس انتو بالذات يا اهالي قرية حب العزيز، الله بعد اسمه اكرمكم فيها مش بيدكن. ونعم بالله يا مختار. حيرتنا يا مختار، قولوا خلصنا. تفضل يا مختار، اهل الضيعة عم يستنوك برا بالساحة. تفضل. يلا يلا تفضلوا تفضلوا يا شباب. انزلوا وقفوا مع الرعية تحت. يلا يلا يلا. بكفي بكفي تصفيق، شكرا. يا اهالي قرية حب العزيز الكرام، ما بديش طول عليكي لانه انا مثل ما بتعرفوا ابحبش اللعي والثرثرة يعني. وخير كلام ما قل ودل، وخير جليس زوادة وظل. الحاصلو اليوم استدعوني من العصمة، استدعوني المسؤولين الكبار يعني، لأنه مثل ما بتعرفوا أني محبوب كثير هونيك كثير بالعصمة يعني، وهي أبو سطام وأبو فارس وأبو هزاع شاهدين على هالشي. مزبوط صح. شو صار معك بالعاصمة يا مختار؟ وك شو بك بتظل ملهوج ابو مرهج هيك بالكلام؟ ما خلاص ابو مرهج خلينا نفهم بقى شباك. المهم هلقتني في بعض المنح والهدايا ومصاري كثير وعطيه بدها تتوزع مكافأة لضيعه حب العزيز، وقد تم بفضل الله اولا وفضلي ثانيا انتخاب ضيعتنا دون سواها من كل الضياع قريه انموذجيه تتوزع فيها هالهدايا والمنح والمصاري هي. يعني نحنا فقط دون سوينا بدنا ناخذ هالمنح وهالهدايا والمصاري، ومحدش حدا غيرنا بتيتا بتيتا. طيب يا مختار، طيب الله يخليناك يا حق، الله يعلي جاهك يا مختار. بقى هيرولي حالكن الله يرضى عليكن. لازم يعني نقيم الزينات ونشعل الأنوار ونرفع الرايات حتى تضهج الضيعة مثل العروس ليلة دخلتها، ولما بيجوا المسؤولين بيبيض وجهنا قدامهن، والوش بيبيض لما القرش بيرخص، ولما الضيف بياكل كرديش وبعد الغداء بيجعص. بمعنى ثاني يعني نحن لازم نستعد لاستقبالهن استقبال يليق بالرجال، وانا راح كلف بعضكن بمسائل العزيمه والغذاء والذي منه. وامتى بدنا يجوا يا مختار؟ قريبا جدا قريبا جدا، طمنوا. انا ما رجعتش للضيعه الا لحتى اكدت عليهن مليح، ولو خايفين علي انا مختاركن علي. الله يقويك يا مختار ويديمك لهالضيعه. يلا هلا حبيباتي
يلا يلا عودوا إلى أشغالكن وعيشوا بانتظار أحلى لحظات العمر يلي بدها تقهر القهر. وناموا وشوفوا منامات هنية، لأنه القرش رح يجري بين إيديكن وتصير الحياة هنية. يلا أنت وياه، يلا أبو فارس أبو مرهج اهتموا بالذبايح، وأبو سطام وأبو هزاع تعالوا معي على المضافة، تفهمكن شو بدكن تساووا، تعالوا معي يلا يلا. عمي انت تكفل بالزينة وانا بتكفل بالذبايح. ماشي قول الله روح. تعوقوا الجماعة يا مختار. ولك شو بك يا ابو سطام، شو بك نازل زنبي اذاني من الصبح؟ ليش هيك بصلتك محروقة وطباعك مجلوقة؟ انشوينا بالشمس يا مختار. يا سبحان الله قديشك عجول. الصبر طيب وعلى قدر الصبر بتنول. مسؤولين هذول مسؤولين، مش مين مكان يعني. ما اختلفنا بس صار الدنيا الظهر. يا مختار هلأ انت متأكد انه بدهم يجوا اليوم؟ شوفوا على حكي فاضي. شوفوا شو الشغلي، لعبة قلال هي ولا نكتة بين سميرة وبهية؟ خلاص كل واحد يوقف في أدبه، أحسن ما خليه يوقف على ركبه. العمى على الصرعة هذه. وصلوا الجماعة يا مختار. ها شفتوا وصلوا إحباب قلبي، وصلوا هنن يلي قالوا وهنن يلي فعلوا. تفضلوا. المسؤولين مالي شايف حدا. لك ما في حدا. وين المسؤولين؟ مش مبينين؟ شيه شيه شيه. اهلا وسهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا ومليون مرحبا بهالطل الحلوه. يا اهلا اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. روحوا 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 وقفوا تحت مع الرعيه مع الرعاع يعني. يلا سهلا ومرحبا. اشرقت الانوار وفاحت الاطياف. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا فيك حضرتك مختار ضايه حب العزيز. اي انا بلحمه وشحمه. تفضل ارتاحي. لا شكرا. كثير حلو كثير حلو، ما فيش مانع عنده. يا اهالي قريه حب العزاز، الست الحلوه هاون بدها تلقي كلمه فيكين. لا تواخذوني صوتي تعبان من السهر والدخان. يا أهالي ضيعة حب العزيز تحياتي لكم، لن أطيل عليكم فأنا مستعجلة وعندي مواعيد. الحقيقة وبالمختصر من سنين طويلة وبعيدة كتير انطلق من هذه القرية جدي الأول السيد جيمي هانتير، وطبعا هذا كان اسمه الجديد بالمغترب. هون بظن كان اسمه جميل شنتير، سمه قوي كتير، يفعس الحي يفعس ويمص سم العقرب ويشفطه شفط. وشاءت الأقدار إنه يستقر بالغربة واشتغل جدي وصار من كبار رجال الأعمال، وكفتت عليه الخيرات والمال، وأنا بكل تواضع حفيدته أليسا. أهلين ست أليسا. أهلين يا أبو السطام. محسوبك أبو السطام. تشرفنا. جدي وصى أبي إنه ما ينسى ضيعتكن ويمر كل حين ومين ويدوق زادكن ويشرب ميتكن، بس أبي انشغل وبالوصية ما عمل ووصاني إلي قبل ما يموت، وهي أنا جاي قبل ما العمر يفوت لحتى نفذ الوصية وعود جزء من أفضال ضيعتكن على جدي. كف كف يا شباب لجدها جميل شنتاير.
الله محيي أصلك والبطن يلي حملك واللي شالك يا ست أليسا. شايف على هالوفاء والحنين؟ لكن الحنين للوطن غلاب شوفت عينك. تفضل يا ستنا كملي إذا بتريد. هاي جدي وقت اللي هاجر ترك ستي وحيدة، عاشت لحالة يا حرام وما كانت سعيدة، وطبعا هي ماتت من مدة بعيدة. المهم جدي ترك وصيته اني اعطي لكل ارملة بهي الضيعة كل شي بتريده. شو ارامل ما ارامل ولحنا؟ خلاص خلاص معنا بدنا نفهم، لا تستعجل. لك مالي مستعجل، بس البكي على راس الميت. سمع يا شباب سمع، مش حلوه منكم هيكي، خليها تكمل حكيها. تفضل يا ستنا الكريمه. لذلك انا ارتقيت اني اعطي لكل ارمله بهي الضيعه دون استثناء سياره وبراد وغساله اوتوماتيك وتلفزيون ملون وساتلايت، وحط لها بالبنك 1,000,000 ليرة لحتى تصرف منهم او تعمل فيهم شي مشروع تعيش منه. ونحن شو بده يصير فينا؟ تفضلي. وهلا راح نحصر الارامل بالضيعه بمساعده المختار وبالرجوع لوثائق السجل المدني. هذا كل ما عندي، يعطيكم العافيه. تفضل مختار. تفضلي تفضلي. شي بس هذا مو عدل، ونحن البايين شو بده يعطونا؟ سمعت شو قال؟ قال وفاء وحنين. طيب ونحن؟ نحن؟ لا رحنا ولا انطرحنا، ما سمعت الحكي بإذنا. سمعت بس مالي مصدق. العم على الحالة عشموني بالعز، صرت الليالي طلع الآية الكذاب وهب الهوى الشمالي. طيب والدبايح اللي ذبحناها؟ والطبخات اللي طبخناها؟ والزينة اللي علقناها؟ ما في غيره هالمختار، هو أصل السبب. فعلا ما في غيره. طابخها مع المرأة حتى يكوش على كل شيء، يخرب بيته على العمل. لك حدا بيكمل الحجة بسرعة الجمال؟ أخ على البني آدم أخ، بس دنا بالكلب أعواج لو حطرتوه 100,000 للأرامل بس؟ أي نعم يا أم عدنان، للأرامل فقط. كل هالمصاري والخيرات للأرامل بس؟ أي نعم يا شمية، وفوق سيارات بعد. إيه سبحانه ربي، بيعطي الحلق للي ما له أدان، والجوز للي ما له أسنان، والقريضة لأم عدنان. بتصدق بالله يا مختار؟ يعني الوحدة صارت تشتهي تكون أرملة. شو قلتي؟ عم تتمني موتي يا عيشي حتى يصير معك مصاري وسيارة وغسالة وتلفزيون وصحن ساتلايت؟ الله يقرف عمرك، سقطتي من عيني، يقرف عمري. روحي من وجيولي، روحي من وجي. انا ما قلت هيك بس. لكن شو معنات كلامك ها؟ على كل حال لينفض هالمولد رح يكون لي معك حديث ثاني. بسيطة يا ام عدنان، بسيطة. عم تتمني مولدي؟ مولدي مشان شقفة ساتلايت ومشان صاحب التلفزيون ومشان راديو ومشان فرحان وغنيني مولدي بالنسبة باخر العمل ما بيحتاجوا اللي عمل الحياة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هالفصل يا مختار؟ فصل؟ قول الفصول الأربعة وبالألوان ولا تخاف. وين المسؤولين بدو يجوا لعنا والمصاري والخيرات بدو تكفت علينا كفت؟ طول بالك، طول بالك أنت الثاني. بجوز بعدين يعطونا إلنا، وهلق بلشوا بالحريم والولاية. امتى بعدين؟ بعد العيد ما بنعمل كعك يا مختار. ومثل ما لك شايف ركب الخليفة وانفض المولد. ايش بعرفني يعني؟ شلون شو بعرفك يا مختار؟ مو انت نزلت على العاصمة وقابلت المسؤولين وقالوا لك جايين؟ هو الحقيقة انا ما قابلتش المسؤولين، لا، لانه المسؤولين الكبار مش فاضيين لك يا ابو سطام، عندهم اجتماعات مهمة. يا اخي مين قابلتك كان؟ يلي تحت يدين. يعني النائب المسؤول؟ لا، النائب وسكرتيرو مش فاضيين، هذول مشغولين مع معلمينهم. مين قابلت لك؟ قابلت واحد بالوزارة بيشتغل هنيك بيداوم، يعني
يمكن شغلته وايش بيعرفني شو شغلته. المهم قبلته واحد هيك طويل عريض مهيوب، غرفته كبيري ومفروشي، يعني شي مهم باينته قبلته. المهم شو قال لك؟ قال لي هلت الخيرات عليكن يا مختار، بقى هيرو حالكن هيرو، وبعد بكرة جايين لعندكن ثقلوا العزيمة، لأنه الخير يلي جاي لضيعتكن كثير. بقى شو معنى ثقلوا العزيمة؟ ها؟ جاي الخير كثير شو معناته؟ ها؟ فهمني حتى افهم. ومن امتى كنت تسمح للناس تلحس عقلك يا مختار؟ هو هو علينا فهموا ابو السطاح، فهموا قليل فهم هذا. انا قليل فهم؟ طيب ليش خليتنا نذبح ونضحي ونزين ونتكلف ونطبخ ونستقبل وبعد كل هالشي ناكل هالكم اللي لا لون لا شكل ولا لون؟ يا جماعه انا متاكد انه شغله الارامل استفتاحيه، ودورنا نحن الرجال وبقيه اهل الضيعه بعدين، وبكره بتشوفوا بكره. ومنين يا حصره؟ قال اجى الحلاق يفتح بالقارع استفتح. على كل حال اكرام الضيف ويجيب ويجيب علينا، ويوم الهدية عيد. إيه طبعا، لأنه ما لك دافع من جيبتك شيء أنت. حسبي الله ونعم الوكيل على هالنهار. وهلأ شو هلق يعني؟ قال له حسني يا سيدي، قال له سيدك عم يشحد. قال هلق قال يعني إلكم سعري، أنا المختار وضروب وطراح ونام ولا ترتاح، حكيت لقبيت ونطيت وما حطيت وما طلع لا شيء، مع انه طباخ السم بدوقه، وانا كما ترون لا نابني لا جرافي ولا بنطلون. اخ فعلا يا مختار، سكتك كلها مسالك، والصباح فيها اسود والليل فيها حالك. يعني هلق صار الحق علي؟ ولك اخ وميت اخ. قال يا داخل التربي ومعك فاس، بدك تحمل همك ولا هم الناس؟ والله يا مختار انا شايف لك كل هالشغله كذب بكذب. شلون كذب بكذب؟ ها شلون؟ اي طبعا كذب بكذب، لانه ضيعتنا كلها 13 بيت، الثلاثه منهم مهاجرين، ضلينا 10 بيوت وما في هون ولا وحده ارمله. صحيح والله، ولك اي ما خطر جبناه. وك شلون ما في ارامل؟ ها ارامل فين؟ ومن هن بقى؟ زليخه العمشه. ايه زليخه العمشه. ايه زليخه العمشه. شو يعني زليخة؟ مالها بنت آدم وحواء يعني؟ هلأ زليخة العمشة فاتت من الإحصاء السكاني وانحسبت أرملة، وبدك فرد عليها الخير كله؟ طبعاً أرملة، متجوزة ميت، من هي المسألة؟ صبر جميل وبالله المستعان. ومين الثانية؟ الثانية وردة. كمان؟ إيه بس وردة مطلقة. نفس الشيء يا خيي، أرملي أو مطلقة، المهم ملهاش جوز، ملهاش جوز مثل ما قالت الست أليسا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماشي بجنن يا أبو صدام. يعني اتفقتوا أنتوا جعيصة خانة متوزعوا كل الخيرات على زليخة العمشة ووردة؟ جعيصة؟ عيب عيب، مش اسمها جعيصة؟ اسمها أليسا. إن شاء الله يكون اسمها ضراب السخن. سؤالي أنه اتفقتوا أنتوا إياها؟ اي نعم يا سيدي، وبكره راح يجيبوا لكم الهدايا. بعدين شبكين حاملين السلم بالعرض؟ انا كلفتكم بالعزيمه حسب المواني ولمصلحه الضيعه، وبيني وبينكن الانانيه مش حلوه. حلوه الانانيه؟ شو الحكي يا مختار؟ من يوم يوم طالعين على التربه اولى بالفطير. ولك يا عمي الله يخليكن ويستر على حريمكن، انا راسي وجعني وقلبي عاصيز ومشاكل مليش ناقيز بإذنكين. سامعين يا شباب سامعين؟ قال حسب المواني قال خربة وعاد على تلدة، تعيشوا تاكلوا غيرها عن إذنكم. يا الشغلة عن جد؟ العمى والله ما لي مصدق عيوني.
هلا معقول زليخة العمشة يصير عندها سيارة؟ وصحن سلطايت كمان. لك مو هيك كمان، وتلفزيون ملون وبراد وغسالة، ولا تنسى مليون ليرة بالبنك. ولي يا باطل، نعم على الحال، نعم، مو معقول مو معقول. سطام يا سطام، ولك يا سطام سطام. ايه ايه انزل انزل، لك انزل لشوف بسرعة. يلا نزل يا ابي نزل. خير شو في؟ خير ما في شي. ولك يا ابني برا الخيرات مليانة، وانت يا سمرة بالحنة صفنانة. ما عم بفهم عليك. خير يا بي؟ اللي لشوف اجوازتك شو صار فيها؟ عم استناك. مو على اساس تخطب لي وحده من بنات ابو هزاع؟ هلا تركنا من بنات ابو هزاع، ما فيهم وحده والشباب اللي القلب، لا عين كحيله ولا خدود جميله، تركنا منهم. اللي لشوف ورده، شو صار بورده؟ شو بده يصير يعني؟ مو قلت لي بتتبرى مني اذا انا اخذتها؟ ولك كنت عم بمزح معك انت الثاني، عم جربك لشوف بتحبها ولا لا؟ العمى، شو انك ما بتلقى مزح؟ شايفك وقام انسحبت كانك ما بتحبها. بالعكس يا بي، انا بموت فيها. معناتها خلاص اتفق انت وياها، وبكره منروح انا وامك بنخطب لك اياها، لانه يا ابني الجواز ستره والله امر بالستر. بعدين ما في مانع تاخذ وحده مطلقه وحلوه، ساعتها شوف ما ابهج العمر. اللي اشوف شو رايك نعمل كتب الكتاب يوم الخميس الجاي؟ شو رايي الخميس الجاي؟ لا تكون عم تمزح يا بي. لا لا ما عم بمزح، يعني موافق. الله يخلينا اياك يا بياتي نركبوسه. الله يرضى عليك، هلا مو وقت البوس، روح استعجلها وشوفها وحاكيها اوام. اللي امك وينها؟ عند بيت عمي ابو هزاع. كثير منيح، كروج انت اوام وشوف فردة واتفقوا. وبلكي ما رضيت يا بي، حاكم هي عنيده وراسها يابس. ايه بترضى، ليش لحتى ما ترضى؟ ايه مالك تيس ولا جحيش، بالعكس عزابي وخالي الجيش، بقى شو راح يصح لها احسن منك؟ لك مو عم تقول بتحبك؟ بلا بتحبني يا بي بتحبني. اصبح توكل على الله وروح اخطبها قبل ما حدا يخطبها غيرك، استعجل برضاي عليك. لوين يا بي؟ راجع ما بتاخر. ولك انت زينة الضيعة كلها يا زليخة، بس يعني بدك مين يفهمك ويقدرك، وانا بصراحة من زمان بحبك، لكن مرتي ام الاولاد ما كانت تخليني اتجوز، كل حق معها بتغار علي. لكن لا 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 والف لا، يعني انا لقيت ربي ضل ساكت على وجعي وكابس على جرح ملح، وانا عم بنشوي على جمر الحب ليل نهار. بقى شو رايك زلاليخو تاخديني؟ ما بعرف تفكر. بس لا تطولي، ها انا ما بقى لي حيل على الصبر بنوب، فرطت تماما يا زلوخ. ولك خليلي هالوجه الصبوح يا رب، ايمت بتريدي مر لعندك اخذ الجواب؟ ما بعرف. مستحية؟ اي والله مالي أدلع على العرايس انا. بقى شو قلتي زلاليخو؟ ردي علي زلوختي. خلص خلص والدة خلص. اصبح رح امر عليك بكره. شو رايك؟ خوش مرده تفكير المساله، لابد انه القلوب عن بعضها، وما دام بحبه فالمؤكد انك بتحبيني كمان. ما بعرف ما بعرف تشوف. انا ماشي بتوصل شي زلوخ؟ لا رح ابعت لك الخضره واللحمه مع الولد، بقى اطبخي وتنغنغي واشرقي وشرشري قد ما بدك. حاكم انا بحب المرة سنين المبرة يلي ريحتها زفرة، ما بحب المسلولة يلي مثل المعكرونة الضامرة. لك دخيلة ابتسامة حلوة، انا دخيلة خاطرك. الله معك. مرحبا زلوخ. مين؟ ولك عم بقول مين؟ ولك انا ابو سلطان شبكي. والله واحد احلى. شو كان عم يساوي عندك ابو هزاع؟ ما عم بيساوي شيء، طلب مني شوية جلي من بعد الغني، قال ما بده بعد مخلص. قلتيلي بس وينك؟ ديري بالك من هالبلهموطي، عينه فاضيه بيشتهي العزل يشبع لطم. اوعك يلعب يعلك مشان يخسرك الاغراض، ديري بالك منه. ها لا تأمني له، بعدين القرد غدار يا زليخه، حطيه بايد القرد بيلعب. لا 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 تخاف علي يا ابو سطان. ايه
لك شو ما خاف، انت مره وحدانيه، مره مستوره مكسوره جناح، ولازمك رجال يحميكي من غدر الزمان. يعني مثل ما بيقول المثل، زر رجال ولا خرج مال، يعني لقمه هنيه مع رجال بظل حيطه ولا خروف بعيطه. مضبوط، يسلم ثمك. وبما انك قرايبتي وبتكوني بنت عم اخت ابن احمى عديلي، فانا قررت اخدك يا زليخة. لك ايه، لانه حرام تكوني لحالك وحدانية، ما بيصير. بقى هي لي حالك وجهزي لي امورك، وانا رايح جيب الشيخ مشان نكتب الكتاب. شو قلتي؟ اذا كان هيك يا ابو سطيم لتوخذني، يعني بدي افكر شوي. لك شو تفكري؟ لحنا ما عنا بنات تقول لنفكر، من يومنا الشهور لرجال. خلص بقى ابو سطيم، خليها لبعدين. لك شو لبعدين يا زليخة؟ معقول من أولها تكسري لي مقاديفي وتجاكريني؟ بعدين هذا عمرنا نعيشه مع بعض، معقول نتنقر؟ طيب خلص خلص تفكير. مشي الحال، وينك؟ أنا هلا ماشي، بس ما بدي تشوفي حدا غريب. اعتبارا من هاللحظة ما بدي اياك تبيني على غريب. ليش؟ لأني أنا رجال حمش وبخاف على حريمي، فهمتي؟ فهمت. يلا بخاطرك زلوخ. أحلى خبر بتسمعيه بحياتي، أبي وافق إنه نتجوز. شو بكي؟ عم قلك أبي وافق. شو بكي جبتي؟ بس أنا ماني موافقة. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت، لأنه أنت تخليت عني وقت الشدة، وهلأ جاي تركض وراي أنت وأبوك بعد ما صرت غنية؟ بس أنا من وقت لما اعتزناهم يا حسرة خزلونا، ولما ناقشت معنا أجوا لحتى يدللونا. بقى روح روح حبيبي، روح وخيط بغير هالمسلي. أهلين أهلين يا مختار. أهلين يا زليخة، شلونك؟ شلون أخبارك؟ الحمد لله يا مختار. طمنينا يا عيال، استلمت الأغراض؟ انت واحدة من الرعية ولازم اطمن عليك، اول ناس يعني. ايه سلمته. استلمتيه؟ وقعتي على الاستلام انت؟ هاي بصمت. بصمت هاي، مليح مليح، بالهنا ان شاء الله، الف مبروك. بس ترى الدجاجات يا زليخة عم يطلعوا على السيارة وعم يوصخوها، وبصراحة يعني بخاف يخربوها بعدين، فقديري بالك عليهن. الله يرضى عليك. هاي شو بدي اعمل؟ هدلون دجاجات ابو جدوع. دجاجات ابو جدوع؟ ايه شو عليه؟ ما عليك انت، اتركي هالشغل علي، والله لخليه يذبحهن قدام عيني. شو بدي اقول يا ربا؟ يا 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 يا. صحيح، باقي الاغراض وينهن؟ ها؟ هاي ما احلاهين، يا الله ما احلاهين. ان شاء الله سبع مباركات يا زليخة، وان شاء الله هيكي يعني بتنبسطي فيهن وبالهنا بتهريهن. شو بدي اعمل فيهن؟ ما عم يشتغلوا تاريون. شلون ما يشتغلوا؟ ما بعرف، بجوز عطلات. اوف 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 اوف، العمه 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 على هالنسوة. شلون راحت من بالي هيا؟ نسينا انه ما عندك كهرباء. هذول بيشتغلوا على الكهرباء يا زليخة. كهرباء؟ الله يسامحك يا مختار، همنا اللي أنا الكهرباء؟ أنا لا عندي حق ساعة كهرباء ولا عندي شريط تألحش على الشريط الحكومي واسرق مثل غيري. الله يصلحك يا زليخة، ليش ما قلت لي حتى جبلك الليبة مثل تبعيتي؟
ما بتعرف جنابك يعني؟ على كل حال مش مشكلة. هلق صار معك 1,000,000 ليرة يا زليخة. 1,000,000 بيعملوا العمايل، وأنا من جهتي رح ساعدك بكل شيء، لا تخاف. هاي بتعرفي يا زليخة إني عملت المستحيل حتى أسحب لك الأغراض من تم السبع سحب؟ العمى بعيون الناس يا زليخة، شو لئيمة وطماعة، ولك بيحسدوا الغجر على ظل الشجر. هنن كلن على بعضهن، شو يعني؟ سيارتين وغسلتين وبردين ومليونين وتلفزيونين وسطليتين، يعني الشغلة كلها مش محرزة. واجتمعوا لك أهل الضيعة كلهم قرشوا بدو يتقاسموهن. شوفي على هاللقم، شوفي يا زليخة. لكن أنا أصريت عند المسؤولين بالعصمة حتى يعطوك إياهن إليك ولوردي. قلت لهم الأرامل أحق من غيرين، بعدين أهل ضيعة حب العزيز كل واحد منهن عنده شقفة أرض عم يزرعها ويأكل منها. بس أنتو يا حسرت يا حسرت عليكن يا أرامل، ما حيلتكن غير انشغال البال وشهادة فقر حال. الله يخلينا إياك يا مختار. المهم هلق يا زليخة، أنت هلق صرتي ست غنية ومحترمة وكويسة، فلازم تغيري وضعك كله. أبي صرش تظلي هيك، أبي صرش يا زليخة. شو الحق يا هاو؟ شلون يعني؟ يعني أنت لازمك بيت حجر ويكون جنبك رجال قوي مقتدر عليه القيمة يلبق لك، مش يشرشحك ويبهدليك. معك حق يا مختار، خوش يعني عم بيتقدموا لي كثير. عم يتقدموا لي؟ يعني صاروا 4-5 بعيون الشيطان، ومثل ما بيقول المثل، ايه من شافني ارملي شمر وركض هرولي، ولما كسروا خطابه بارد امس الليل واحتارت. العمى شو هالحكي هذا؟ شمروا وركضوا وهرولي؟ ليش مستعجل؟ يعني أنا صحيح بشعة بس مستانسة بحسي، بشوف الحلوي ما بعرف ليش بتقرف نفسي. شوف هاي يا زليخة، أنا أبديش يعني اشرح لك وأقنعك، لأنه شغلي واضحة مثل القملي برأس الأقرع. رجال كثير لكن المختار أجدع. يعني أنا مثلا إذا بأخذك مثلا يعني بسكنك عندي بالبيت، وبيتي واسع 3 غرف، بتأخذي أنت وحدي وعايشي مراتي وحدي، وبتبقى أوضة للقعدة، وبتصيري أنت مرات المختار، والكل منك بغار وبيوقف قدامك محتار. بقى زليخة، شو قولك؟ ها؟ زليخة. بدي أسألك سؤال غسان، بس إذا بدك تزعل بلالي هالسؤال من عين أصله. ليش لحتى أزعل؟ شو شايفتيني ناوزي؟ ما بعرف، يعني خايفة عطرت مثل عوايدك. لا ما عطرت، تفضلي. انت ليش ما بتسلمني مصروف البيت؟ يعني ضروري كل ما بدي اشتري غراض اطلب منك مصاري؟ يعني انت شو اللي مضايقك بالموضوع؟ انا عم اقصر عليك شيء؟ لا بس بركي لازمني مصاري على غفلة، بركي حبيت اشتري شي غراض، منين بدي اجيب مصاري؟ ليش ما معك مصاري بنوب؟ انا دائما بعطيك الفرايط. لك انا شو بدي بالفرايط؟ انا بدي تسلمني المصروف وصلى الله وبارك. ايه على عيني، بس انا ما عم بفهم انت ليش عم تطلبي هالطلب. ليش عم اطلبه يعني؟ في غير مشان اوفر عليك؟ لانه بصراحة انت ايدك فاروطية وما عندك ادارة بالمصروف، يعني انت لا تاخذني بتطير اكتر من نص راتبك على شغلات بلا طعمة. اللي بدي افهمه يعني هالشغلات هي اللي بلا طعمة انا عم بصرفها على البيت ولا على حالي؟ ما بيهمني، المهم انه الراتب عم يتبخر على شغلات ما لها ضرورة. قسم بالله عم احس كأنه عم نكب المصاري بالبلوعة كب. ليش انا اشتريت شيء من غير ما اخذ موافقتك؟ اي طبعا. مثل شو مثلا؟
مثلا الصيدليه البلوري اللي جنب المغسله، ليش اشتريتها؟ يعني ما كان لها لزوم. لا ابدا مو صحيح الحكي، انت قلتي لي عملت زينه العقل لما اشتريت الصيدليه، انت كنت محتاره وين بدك تروحي بالفراشه ومعجون اسنان وانه الصيدليه ضبطهم. انا قلت لك هيك. ايه انت هلا شو بدنا بالشغلات الماضيه؟ نحن اولاد اليوم. تفضلي شو بتريدي؟ يلي بريده، وباعتبار انك قابض معاشك جديد خلينا نجرب يكون المصروف بايدي، وصدقني انت الغانم لانه بالنهايه انا مالي مصلحه ولا غرض الا توفير وترشيد المصروف. ترشيد المصروف صدقني انت جرب وما رح تندم. ماشي الحال امري لله. تفضلي هي من 3150 راتب الشهر كله، منيح هيك؟ ايه. وليش قمت سبع مئة ليرة بقى؟ خليك معي 700 ليرة للطوارئ، مصروف شخصي. هلأ بلشنا بالبعزقة من هلأ؟ هيفا، يعني معقولة شاب مثلي ما يحمل بجيبته 700 ليرة فنجان قهوة تاكسي؟ دخيلك انت ومشاويرك، يعني ضروري تركب تاكسي من شغلك بالمرجة لبيتك بالمزة؟ ليكو جارنا ابو وليد ما بيركب لا تاكسي ولا ميكرو، مع انه شغله بالسبع بحرات. ايه طبعا، لانه سيارة المصلحة بتاخده وبتجيبه. هلا انت بدك شيء؟ مسك هاي 100 ليره بتجيب لي كيليين سكر وكيليين رز وعلبتين محارم وقيت سنوبر. هلا بدك يعني اجيب لك كل هالغراض ب 100 ليره؟ ليش لا؟ لازم تتعلم المفاصله، مو شو ما طلبوا منك البياعين تدفع. لك كيف انت شو عم تحكي؟ وقيت سنوبر حقها 200 ليره. لك انا اعملها ربع وقيه، لانه بيني وبينك بدي اعلمك الاقتصاد والتوفير. ايه طبعا لك كان ضروري هيفا، على كل ما في مشكله، واذا ما قصني شيء انا بحط مني. لك يا عيني عليك، هلا بلشت تفهم علي. بدك شيء؟ لا سلامتك. يلا خاطري. الله معك غسان. الو صباح الخير ماما، مشتقت لك كثير. لا ما في الا الخير ان شاء الله. ماما ساورت مثل ما قلتي لي، غسان اليوم سلمني مصروف البيت. ايه طبعا لسه بطلب منه القرش ورا القرش مثل الشحاده. الله وكيلك يا امي، العرق بكبني كد لو بدي اطلب منه لو 10 ليرات. طبعا بعدين الرجال بحس بالسيطره لما بتكون جيبته مليانه، بس هلا السيطره انتقلت لعندي. جاي على بالي تفطري عندي؟ دغري قلبي يا ميت اهلا وسهلا. لا والله يا ماما اليوم مالي فاضيه، بدي انزل على السوق اتبضى. اسمعي ماما، بكره جيبي معك جاتو كرواسون تعالي نفطر مع بعض، انا بحاسبك فيهم. طيب حبيبتي يلا مع السلامه. صباح الخير مدام. اهلين صباح الخيرات. انا مندوبه مبيعات منشورات حاشي جهل. اهلا وسهلا. ممكن ادخل اذا ما في اسئله؟ ولو تفضلي. اهلا وسهلا. عفوا مدام انا ما رح اخذ وقتك كثير، لذلك رح ادخل بالموضوع راسا. تفضلي. انا وداد مبرومه مندوبه منشورات حاشتك جهل. هو السبعة نعم. مهمتي الاساسيه طبعا هي المساهمه بحمله التوعيه والارشاد والتطوير الاجتماعي والتنوير الفكري وتدعيم المفاهيم العصريه لدى الاسره العربيه. اهلا وسهلا فيكي، بس شو بتريدي بالضبط؟ حتى جاوبك على سؤالك يا مدام لازم انت كمان تساعديني وتجاوبي على استفساراتي. طبعا اذا ما في اسئله وازعاج لك، مع انه انا ما بتوقع انك ابدا تنزعجي، لانه على ما يبدو انه حضرتك منفتحه تماما والذكاء عم يشع من عيونك. تسلمي، هذا من لطفك. لا يا مدام انا ما عم بحكي هذا الشيء ابدا من باب المديح او المجامله، اصحك فكري هيك، بالعكس لانه انت هيك فعلا تماما، وما يدل على هذا مظهرك الانيق، ابتسامتك الجذابه وملأك الدافي. الله يخليكي. والحقيقه مدام انا دخلت على فكره كثير بيوت، بس ما شفت ابدا برتابه وذوق بيتك. يعني صحيح المفروشات ما كثير يعني غاليه، بس اللي عاطي عظمه وجمال بيتك هالبساطه اللي انا ملاحظتها وهالجو الحميمي اللي حضرتك خلقتيه. برافو عليكي، فعلا انا هيك، ودائما بقول له لجوزي عطيني حصير وخيش واترك الباقي علي، واذا ما بساوي لك البيت جني اعمل يلي بدك اياه. يا سلام عليك يا مدام، وانا هيك بقول دائما الذوق موهبه الهيه. طبعا مدام ما بيجي بالاكتساب ابدا ولا بيفيد تعلم. طيب انا سويدات كنتي عم تحاولي تساليني اسئله، فشو هي يا ترى؟ صحيح، شو بتشتغلي حضرتك؟ ربيت منزل. شو ثقافتك؟
واصلة الإعدادية. شو بيشتغل جوزك؟ مهندس زراعي بمشتل. كم ولد عندك؟ ولد واحد. الله يسلمه. قديش عمره البنكة؟ وليش عم تسألي هالأسئلة حضرتك؟ طبعا بدي أسأل يا مدام حتى أعرف كيف بدي أتعامل معك واختار لك اللي بناسبك. ما فهمت عليكي، يعني شو بدك تختاري لي؟ رح جاوبك يا مدام، رح جاوبك. عفوا، الاسم بالخير؟ هيفاء. شوفي يا مدام هيفاء، أول شيء بتحتاجه ربة المنزل هو المقدرة على ابتداع واختراع أطباق فاخرة ومأكل شهية وأطعمة متنوعة ما تعود الزوج يشوف على مائدته، صح يا مدام؟ بس أنا بعرف أطبخ. ايه طبعا بتعرفي تطبخي، وما احلاكي ست بهالعمر وما تعرفي تطبخي، معقولة انت يا مدام؟ بس كم طبخة بتعرفي تطبخي؟ والله ما بعرف، ما عديتهم. يعني مثلا 100 طبخة، 200 طبخة؟ لا انت تاني مو لهالدرجة، كترتي كتير. عن جد؟ اصبح بهالمجلد احذري كم طبخة موجود فيه. كم طبخة يعني؟ 2000 طبخة شرقية وغربية ومن مختلف أنحاء الأرض، حتى على فكرة الطبخ الفلبيني والهندي موجود فيه، بالإضافة طبعا للطبخ الإسكندنافي وما وراء البحار. ضل عم تحكي جد؟ طبعا مدام، لأن مؤسسة حاجتك جهل بعتت مندوبين لمختلف أصقاع الأرض لحتى يجمعوا أفخر المأكولات من المجتمعات العالمية. يا سلام، فعلا كتاب حلو. أنت شوفي الصور مدام، الصور اللي حالة تفرج عليها بتخلي الواحد يشط طريقه. يا عيني، يعني شي بياخد العقل. طبعا مدام، هذا كله ما عدا الطباعة الأنيقة وفرز الألوان بالأوفسيت. ليكو ليكو الفهرس قدامك مدام. أيوة، معجنات، لحومات، أسماك، طيور، مقبلات، اللي بدك يا موجود مدام. على فكرة حتى إذا بدك تساوي اللبنة مدعبلة من لبن العصفور بتلاقي هون أكيد. ومثل ما بتعرفي مدام، أقصر طريق إلى قلب الرجل هي معدته. فعلا، وأنا يا ما عم أتحير شو بدي أطبخ لجوزي. هلأ ما رح تتحيري منوب يا مدام، وأنا متأكدة إن جوزك رح يدير عقله بهالمجلد. طيب أنتو شو بتستفيدوا من توزيع هالمجلدات على الناس؟ دعاية يعني؟ بالضبط مدام، لأن مؤسسة حاجتك جهل عاملة حملة دعاية مكثفة لأشهر اسمها، وما عم تاخد من مستهلك أبداً إلا سعر الكلفة. وأدي سعر الكلفة؟ 1100 ليرة بس. 1100 ليرة مو كتير. شو هالحكي يا مدام؟ قال كتير. هذا الكتاب بالسوق عم ينباع ب 1900 ليرة لمعلوماتك فقط. وعلى فكرة هذا السعر اللي عم بعطيك إياه هلأ ساري مفعول لمدة شهر واحد بس، لأنه عدد النسخ عنا كتير محدود، فأنا حابب تتحقي حالك. فعلا يعني هالمجلد قيم كتير، ما بيتفوت. طبعا ما بيتفوت، اصحي تغلطي تقولي هالحكي مدام، أكيد ما بيتفوت. عفوا كم نسخة بديت؟ لا أيوة شو كم نسخة؟ واحدة بتكفيني. يعني مدام انا بقول بلكي حدا من جيرانك من قرايبينك حابب يغني نسخه. يصطفلو يصطفلو، مشكلته مو مشكلتي. صح مشكلتهم. طيب مدام الف مبروك ان شاء الله. بس عفوا ما قلتي لي قديش عمر ابنك؟ سنه ونص يقبرني. يا سلام، كثير كثير حلو، الله يخلي لك اياه. انا عندي هون مطبوعات مدام بعنوان انا ام عطوة او خربش، رسومات لسن ابنك بتطير العقل، كمان من انتاج مؤسستنا. عن اذنك. ألو، أهلين سلافة، خير شبكي؟ يي بعت الحمى، يلا جاي فورا. دخيلك لا تأخذيني، جارتي عم تتوجع وجوزها مو هون، يمكن جاي يطلق. شو هالحكي؟ سلامتها إن شاء الله. أنا عندي هم مدام كتاب حول تدابير صحية. هاي رح دخيلك. دخيلك مو وقت هلأ، معلشي تفضلي. هاي 1100 ليرة، شكرا كتير. شكرا يا مدام، يعطيك العافية، شكرا كتير. هذا ما بدك يا قلتي لي. بكل الحالات أنا بتشكرك مدام على هاللقاء اللطيف والحلو، ومؤسسة حاجتك جهل تشكرك من كل قلبها. شكرا مدام، أهلا وسهلا. شو هالريحة هاي؟ هيفاء؟ هيفاء؟ أهلين غسان. لك شو هالريحة هاي؟ شو طبخة؟ طابخت لك بير خير فوندو. نعم؟ لك أكلة المساوية، إنما إيه؟ حتاكل صوابعك وراها. تعال دوقك لحسن طرف المعلقة. تعال غسان، هلأ بتدوق وبتصلي على النبي وبتدعي لي. شو هالريحة هي هيفاء؟ ليش هيك ريحة الطبخة؟ ما بكبسك نفسي نهائياً عليها. لك هلأ أنت دوق وبعدين حكوا. مسيك مسيك، دوق لك دوق. أعوذ بالله، شو هالطعمة؟ شو دين هالطبخة هي هيفاء؟ لا تغلط غسان، هاي بير خير فوندو. بلا بير خير بلا بطيخ مبسمر. عليم الله كأني عم باكل شربة مايونيز. انه انا بدي افهم مين دلك على هالاكله؟ مين دلك على هالاكله؟ يا سيدي اشتريت كتاب من مندوبة مؤسسة حاجتك جهل بقى. لحظة، حاجتك جهل بقى.
غسان، شوف الكتاب ما احلى، عم اقول لك في اكثر من 2000 طبخه. هيفا انت عندك 10 كتب من هذا النوع، بقى هذا الكتاب شو له لزوم؟ بعدين كله بيحكي عن نفس الاكلات. مش عارفه، كبه لبنيه، كبه بالصينيه، ملوخيه ناعمه، ملوخيه بال صحيح صحيح، بس هون بالاخير في اكلات اجنبيه صينيه وافريقيه. شوف شوف، لك نحن شو دخلنا بالاكلات الاجنبيه؟ هن اللي بيستطعموا شكل ونحن بنستطعم شكل. عليم الله الطبخة اللي عملتيها مثل الصبر. شلون مثل الصبر يعني؟ هيفا بعدين انتي عندك ألف باء الطبخ للست العزيزة وطبخهم فوق للشيف رمزي، دوق بابا دوق لأسامة السيد، كتاب لأبلة نظيرة، مجلد لمدام سمعان، بقى شو لازمك؟ شو لازمك من هالمجلد بقى؟ هيك نوع من التجديد. ولك حتى أني اشتري لك كتاب للطبخ المشايخي، عرفتي هذا تبع المسعود البلهاموطي يلي بيعلمك كيف تطبخي الرز بحليب، الالماسيه، المهلبيه، السحلب، الهيلطيه. هلا ليش عم تبهدلني؟ هي عواد ما تنسر وتقلي الله يعطيك العافيه. بدي اشتريتي هالكتاب؟ يا سيدي اشتريته ارخص من حقه ب 800 ليره. قولي لي شو حقه؟ 1100 ليره. 1100 ليره؟ لا حول ولا قوه الا بالله. منين اشتريتي؟ من على الباب. بكانوا باب؟ باب بيتنا. هيفا، هيفا اللي بيبيعوا على البواب نصهم محتالين. الكتاب اللي اشتريتيه بأنقص ب 800 ليرة، على البسطة حقه 300 ليرة. شو هالحكي؟ لك شو مفكرة لكان؟ يعني أكلت مقلب مو هيك؟ إن شاء الله تأخذني غسان. ما حول ولا قوة إلا بالله. أمي حكي لي حواضر. أمي وكبي لي هالطبخة بالبلوعة. مرحبا مدام. أهلين. أمور. أنا مندوب ماركة الساطور السحري اللي بتطلع بالتلفزيون. إيه شو بتبيع يعني؟ سكاكين حد مدام. والله حلو كتير، جيت بوقتك. ورجيني هالسكاكين عمل المعروف. تفضلي. هيك مدام، شايفة هالسكين؟ هي صغيرة كتير يعني ما بتعبي العين، بس فعلا كبير كتير، ومشان هيك رح أرجيكي هلأ ديمونستريشن قدام عينك. طمني اكثر، رح اعمل لك تجربه ثانيه. شايفه هالخشبه؟ شوفي هلا شو رح يصير فيها. شايفه شو صار بالخشبه مدام؟ ايه شو بدي بتقطيع الخشب انا؟ ايه شو شايفني فاتحه محل نجاره؟ لا يا مدام، انا عم ارجيكي مدى الحده تبعها. في عندك بوري مي نص انش؟ وليش البوري كمان؟ ما في داعي، اذا ما عندك انا عندي. شايفه هالبوري مدام؟ شايفته. Now you see it, now you don't. شوفي هلا شو رح يصير بهالبوري. شايفه يا مدام شو صار بالبوري؟ انقسم نصين، as seen on TV تماما. المهم هلا هي السكاكين بتقشر باذنجان؟ شو باذنجان ما باذنجان يا مدام؟ هي السكاكين بتقطع جلد الفيل. لكن هي السكاكين الساطور السحري. ماشي الحال، اعطيني سكينتين لكان. لا يا مدام سلامة فهمك، هي سكين بتنباع مجموعة واحدة. وقديش حقها المجموعة؟ يعني 600 ليرة. 600 ليرة؟ كتير. بالعكس يا مدام، رخيص كتير، بعدين نحن هلا عاملين اوكازيون. ماشي الحال، لحظة لجيب لك المصاري. يا طيب القلب وينك؟ ضغط الجرح وينك؟ اشتاق لك يا حياتي. عسير الدك حنينك. تفضل هاي 600 ليرة. يستموا هاليدين مدام، إن شاء الله بتكسريهم بالهنا بخاطرك. شكرا. أتخيلك بيه. هاي كمان انكسرت، ضاع على إيدي أنا التاني. شو دبجي علينا؟ إيه ولا واحدة رساخ سليم. شو بدي ساوي هلا؟ ما في غير إني أرجع للقديمة. مرحبا هيفا. هلا غسان. شو هالكومة هي المحطوطة قدامك؟ شو هدول يعني السكاكين؟ وليش هيك مكسرين؟ ماني شايفهم قبل هالمرة. هدول اشتريتهم جداد. من مين اشتريتيها؟ من على الباب.
أنو باب؟ يعني أنو باب؟ باب بيتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك أنا كام مرة فهمتك لا تشتري شيء من على الباب؟ يعني قلت دكاكين وسواء عنا بالبلد؟ قلت لحالي إجا والله جابه، لأنه السكاكين القديمة عم تعذبني كتير. وقديش دفعتي حقكم هالخربة؟ 600 ليرة. 600 ليرة؟ ولك مو حرام عليكي؟ إيه والله لو شفتهم ملحوجين بالأرض ما بيقوموا من أرضهم. ليش؟ والله منظرهم بغر. بغر وحدة مثلك خشينة بنضحك على عقلة بترمدين. بس والله قطع قدامي خشبة هالسمك سمكة ونشر علبة حديد ودبح. هلأ شو بدنا بهالعلبة المصدي؟ البيت انجانات تتأشروا معك؟ لا بقى الله يرضى عليك غسان، زيل على السوق واشتري لي طقم سكاكين لحتى اقدر لحق لك الطبخة. أمنتوا بالله على هالنهار؟ هات المصاري لشوف. خود هاي 150 ليرة بس بدي اياهم شغل ألمانيا. ها طقم سكاكين شغل ألمانيا ب 150 ليرة؟ إيه ما بعرف، دبر راسك. ليش البحترة؟ بعدين إذا نقص حط منك. حط مني هيفا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبي. شو شايفك واقف على باب بيتنا؟ ايه والله يعني عم تسبب. ليش حضرتك شو بتبيع؟ افلام فيديو خاصة يلي ما بتنعرض بالتلفزيون ابدا. شو قصدك يعني؟ لا استاذ لا، لا يروح زينك لبعيد. انا كل افلامي رعب واجرام وقتل وكوارث ومصايب ومطاردات شرطة وقرف ودماء. عم بقول لك شيء بأشعر البدن. هيك لك مثل ما عم بقول لك استاذ، هالمناظر هي حقيقية وما بيجوز يتفرج عليها إلا البالغين فقط. أما أصحاب القلوب الضعيفة فمو لازم يتفرجوا عليها أبدا يا أستاذ، لأنه بيجوز غلط على قلبهم من شناعة المناظر وكلها أسين ام تي في وغير متوفرة بالأسواق. يعني حضرتك عم تدق الباب على مرتي لحتى تبيعها هالبضاعة النفيسة؟ عفوا أستاذ، ليش مدامتك مو بالغة راجلة؟ قصدي يعني حضرتك متجوز قاصر؟ ولك يخرب بيتك على هالمسواق العاطل اللي عم تترزق منه. شوفوا له قبضاي، قسما بالله اذا بشوفك طالع على هالدرج من هون او بلمحك لمحها لاعمل لك مشكله الى اول ما لاخر. يلا امشي من هون. لك طول بالك علينا استاذ، شو عملنا؟ فصاعه شو خلقك ضيق ومشراني؟ لك يلا امشي من هون، خلص اضرب اغراضك وامشي اتحرك. نازل نازل نازل. يلا امشي. اصلا تضرب هديك الساعه اللي فت فيها على بنايتكم. امشي. عما ما اوقحوا، انا بحياتي ما شفت واحد ببيع اشرطة فيديو على البواب. العماش هيفا خير؟ سلامتك. شو بوشك هيفا؟ شو بوشك هابب البودكاست بوشك يعني؟ لا لا. لكن شو اخذي اسبرين؟ الله يصلحك قلت لك لا تاخذي اسبرين، الاسبرين بتتحسسي منه. لك شو انت ما بتفهمي؟ هلا لا تضج علي. لا اخذ اسبرين ولا ضربت على قلبي. ايه فهميني شو بوشك هذا. انت رحت من هون دقوا علي الباب وباعوني كريم لتنقيه البشره، حطيت منه على وشي قام ابفر دبه. ومين هدول يلي باعوكي؟ مندوبات مؤسسه تسلم لي هالوش. لكم مره فهمتك لا تشتري شيء من على الباب. وانا هيك قررت، بس المصيبه انه الواحد بيخجل يصرفهم. بعدين صبايا كل واحده منهم احلى من الثانيه وكلامهم كتير حلو، ما بعرف ومقنع كتير. الله وكيلك ببيعوك عمود المرجى وانت واقف عم تضحك وتلعب ورضيان. امي لك، انا امي لك. امي لوين؟ امي بدي اخذك عند الدكتور قبل ما يلتهب جلد وشك. اذا من دهنه واحده صار فيه هيك، كيف لو دهني 3-4 مرات؟ اشي فظيع كتير. يعني لو كان بعلي ما يتنار واسيب بكا صار فيها هيك. كيف هذا وشك كيف؟ لا والمصيبة انه عم يحرقني كتير، حاولت هوي عليه بالمروحة عم تصرد والويل، مالي لقياني نسمة هوا. لك انا اوام عجلي والبسي قبل ما يصير معك اختلاطات ومضاعفات. يلا رح البس. بس اسمع غسان، انا من هلا ورايح ما عاد بدي استلم مصروف البيت. مسيك غسان، هي بقية الراتب وانت تصرف. قديش هدول؟ 400 ليرة بس؟ ايه شو فكر لكان؟ مصروف بيكسر الظهر. هلا هدول اللي زادوا من الراتب ونحن لساتهم بأول 4 أيام من الشهر يا شايف غسان شايف؟ عادي لشوف عادي.
قديش حقه الكريم اللي باعوك اياه على الباب جماعه يسلم لي هالوجه؟ معهم حق هنن، تعرف انت المكياجات كثير غاليه. قديش حقه هيفا؟ 1750 لانه عاملين تنزيلاتها، هو حقه 2750 بس. بس ايه بس يرضى حبيبتي، ليه زعلانه هيفا؟ يسلم لي هالوجه.